ورجعنا لكم الفاصل ومشرفني منورني النهارده دعاء الحناوي. دعاء الحناوي هي مش بس مصريه وقررت ان هي تعمل اكسسوارات او اكسسوارات عاديه، بس هي عامله حاجات من الفضه. وعايز اقول لكم، خليني اقولها كده، ان هي فقره تعتبر فقره المواهب، لان هي بتقولي ان انا كده ده انا عاملاها كده يعني عاملاها لان انا مبسوطه، فهقدر اسميها فقره المواهب، هقدر اسميها صنع بفخر في مصر، وهقدر اسميها ان كل واحد لو قدامه اي اوبستكلز او اي عقبات وفاكر ان هو ممكن ما يقدرش يشتغل، لا يقدر ويقوم ويقف ويشتغل. فعشان كده مشرفني منورني دعاء الحناوي. ازيك دعاء؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ عايزه تقنعيني ان ده كله هوايه، يعني ده انت عامله اشكال والوان. هوايه؟ والله هوايه من وانا صغيره، بحب اي حاجه مجال فني فيها شغل الايدين بحب اتعلمها. انت درستي ايه اصلا يا دعاء؟ انا سياحه وفنادق. طب وايه اللي خلاكي تبداي؟ ما هو انا من وانا صغيره بحب الشغل الايدين، فبحب كمان اي حاجه فيها تفاصيل، فاحب ادقق دي بتتعمل ازاي. استهواني ان انا ادخل في المجال ده كتجربه الاول، وبعدين لقيت الناس بتشجعني فكملت فيه. ابتديتي من امتى؟ من 2011. من 2011؟ اه، ده انت بقالك اهو 9 سنين، ما شاء الله، الله اكبر. قبل ما ابتدي ادخل على الحاجات واوريها للناس، نفسك تبقي توصلي لحد فين؟ انا نفسي اعلم، يعني يبقى في تحت ايدي اعلمهم، مش نفسي بس اكبر كالشغل، لا. طب ما تبدأي تعملي ده، يعني خلي عندك كده حته في البيج. في ناس اكيد بعلمها بس لسه على محدود يعني. طب بصوا بقى، انتوا ادخلوا النهارده على البيج بتاع الدعاء الحناوي، وابتدوا كلكم اعملوا هجوم، علمينا علمينا علمينا. البيج اسمها ايه؟ دي اند اتش جولري دعاء الحناوي. دي اند اتش جولري دعاء الحناوي. طب انا هقوم بقى اتفرج على حاجه كده وتحكي لي قصتها. طيب خليني مثلا ابدا بده. ده ايه بقى؟ احكي لي قصته يا دعاء. ده نكلس طويله، دي سبحه وفي نفس الوقت بتلبس عقد. يا شيخه، دي معموله من ايه؟ ده فضه ولا فضه؟ مدموجه مع اللولي. اوكي، سبحه او في واحده فوق سبحه وفي واحده سبحه بنكلس. حلوه جدا. دي اخذت منك وقت قد ايه؟ لا الشغل ما بياخدش وقت مني، لان انا ببقى حابه ان انا اشتغله، يعني ما حابه انك انت تبقي قاعده فاضيه. لا. ودي اخذت وقت قد ايه؟ بصوا يا جماعه شكلها تحفه ازاي، خطيره. ما بتاخدش وقت، لان انا يعني ادام انت حابب الحاجه تحب تشتغل فيها بسرعه يعني. اوكي، طيب قولي لي امتى قررتي انه يبقى بزنس؟ انا استني بس، لا مش ما تقولي ليش، انا عايزه اتفرج. حلو قوي السبحه دي، بصوا دي حاجه قيمه جدا. ده ايه الحجر ده؟ طيب عقيق. اوكي، تحفه. وانت بس بتبيعي بس اونلاين او شغاله بس اونلاين؟ اوكي. ولو في حد النهارده دعاء عايز يعمل حاجه كاستمايزد او حاجه يكتب حاجه او كده، انت تعمليها؟ انا بعملها، برسم التصميم بتاعها. دي مكتوب عليها ايه دعاء؟ مكتوب عليها جنة الرضوان مرادي فجعلها اخر ترحيل. الله، انت اللي بتنقي التصميم. هو انا بحب شغل السبح زياده عن اي حاجه تانية، تلاقي بعمل السبح كتير، وحابه اشكلها باشكال مختلفه، يعني ما تبقاش سبحه تقليديه. يعني هي النهارده كده عامله يعني سبحه، ممكن تلبس اسوره وممكن تلبس. بصي دي برده شكلها، بقول لها بصي وهي اللي عاملاها. بصوا يا جماعه حلوه ازاي، تحفه. دول كمان شكلهم جديد قوي، اول مره اشوفهم. ما انا بحاول اختلف عن الاحجار، بتبقى موجوده كتيره فلازم اعمل تدمجها. ايوه، تدمجها بطريقه مختلفه. طب دي السبح تحفه، دي خطيره. ده ايه فيها ايه؟ قولي لي كده. دي ما شاء الله حلوه قوي. الاحجار اللي فيها في عقيق وفي زفير وفي سترين. بس انت كده غاليه بقى دعاء. لا في حاجات يعني. هو الميزه عندي ان انا ما تقوليليش اسعار بس. لا مش هقول اسعار. بيجي العميل يقول لي انا عايز حاجه ما تكونش متكلفه، يعني رينج معين، فبشتغل على الرينج اللي هو عايزه. ده انت بتعملي حاجات زي البراندز الكبيره؟ أنا برضو انا بشتغل يعني شغلي مش بالفضه بس عشان يبقى مرتفع، لا في انت بتشتغلي بالاكسسوارات وفي معدن. اوكي، اهو حضرتك دول معدن. ودي اكتر دلوقتي نازله فيري فاشن. ده معدن عادي. معدن صح؟ ده فضه وده معدن. اوكي، ده فضه وده معدن. ده بقى نازل فيري فيري فاشنبل للبنات بقى الصغيرين، وعلى فكره الكبار لما بيلبسوه على حاجه ساده بيبقى الشكل حلو جدا.
طيب ودي لي حاجه تانية عايزانا نتكلم عنها، عاجبني جدا ده برضو، لانه برضو موضه، وعلى فكره الستات الكبار والستات والبنات الصغيره كمان حلوه قوي قوي قوي. ده عباره عن ايه؟ دعاء لولي مع عقيق. لولي مع هو اغلب الاحجار عقيق، لان العقيق بيبقى متميز بالوانه كتير. اوكي، تشتغلي بمزاج يا دعاء؟ يعني حلو جدا بجد، حلو جدا جدا جدا. طيب ده ايه بس عشان انا في بقى البنات اللي هم الصغيرين ما بيحبوش الاحجار، بيحسوا ان هي كبيره عليهم شويه. ياه تحفه كده. دي خيوط بضفرها بدرجات الوان معينه اهي، بصوا اهي كده، وبتحط فيها اللعب الصغيره دي. ايوه حط اللعب اهي بالشكل ده كده، في لاف وفي الالفنت وفي ما شاء الله، في ورده وفي ليف وفي ايموجيز ابتسامه وحاجات كده، بصراحه فيري كرييتيف، اي لاف ات، حلوه جدا جدا ولذيذه جدا للبنات الصغيره. وعلى فكره ممكن يلبسوها بريسلت. ايوه بيلبسوها ساعات. قولي لي في انت عامله بريسلت، كنت لسه هسالك، بس انت عامله بقى زي حاجتين، حاجه ده انت عامله زي حاجة البندوره شبابي وحاجه عامله زي البندوره. دي تحفه دي، معلش انا هاخد التحفه. لا لا عادي. تحفه طبعا، الناس كلها هيفتكروا ان انا بعمل لك بسيلز، بس هي فعلا فعلا خطيره. بصوا مش عارف انا اهي، دي عامله زي البندوره بالظبط كده اهي. بحاول وانا بنقي المعادن بتاعتي تكون مختلفه. خطيره زي ايه؟ يعني اللعب بتكون ماشيه مع بعض، بحس ان انا بمسك القطعه اتكلم معاها. ازاي بقى؟ طب قولي لي، قولي لي بجد، لا احكي لي. بقول لك ايه دعاء، انت النهارده قاعده في البيت وقررتي انك انت هتعملي حاجه، قولي لي بتبداي مثلا ترسميها، بتبدا الموضوع في خيالك في حاجات ازاي؟ لو بالكتابه لازم ارسمها ها عشان اعرف تعمل ازاي، مش مشكله. ها في حاجات يعني برسمها وبعد ما برسمها اجي انفذها بلاقيها مش طلعت حلو فغير عليها، فيعني بدمج ما بين هنا وهنا، مش يعني مش بقف عند الرسم او ان انا اشتغل فيها كده. ساعات كتير بشتغل حاجه وارجع افكها تاني عشان مش عاجباني. انت يعني بتيجي الموضوع لذوقك انت، علشان خاطر لازم تبقي مرتاحه. عيون حلوه قوي. طيب خدي دي بس علشان اتشالت منها كده اهو، وبعد كده هنبتدي بقى نكمل في البريسلتس اكتر. الحاجات دي حاجات شبابيه جدا وفيها برضو اللعب، وبتتلبس بكل هي الالوان. بتلبس عقد وبتلبس في نفس الوقت اسوره. عقد وبتلبس في نفس طويلة. الوقت بريسلت تتقفل. اوكي اهي ده شكل اهو، هوري برضو الناس كده شكل اهو، حلوه جدا. بعدين انت عامله حاجات للناس الصغيره، مش لل انا مش بقف عند عمر معين، مش يعني بتوقفي عند سن معين. ده ايه بقى؟ ها انا دي هاخدها مجموعه كلها. من احجار كتير، في جاد، في عيق، في لولي مثلا، حاجه زي كده تحفه مكتوب عليها ما شاء الله اهي. انا هعمل لكم بقى كده علشان تشوفوا كل حاجه. قولي لي الاحمر دي ايه لو انت شايفاها كده مثلا، خلينا نتكلم من عند عقيق. ها عقيق وانت كل ده اللي الجمع فضه، هو ده كله فضه، كله فضه. بس لو في حد عاجبه اي حاجه من الحاجات دي كلها، وانت وهو ما يقدرش يدفع ثمن الفضه وعايز يعمل حاجه معدن او حاجه عاديه، نفس الشكل معدن، بتنفذيها نفس الشكل. طب هسالك سؤال كده دعاء، ازاي الست او ازاي اي حد بيستخدم حاجه فضه يحافظ على الفضه وتفضل بتلمع وبيفضل شكلها كويس جدا، او على الجوليريز عموما؟ انا لما باجي اطلع الحاجه بحاول ان انا اطلعها مقفوله، هي الفضه بالذات لازم ما تتعرضش للجو كده، اسيبها يعني متعلقه كده، لا لازم احطها في علبه مقفوله او في الشنط بتاعت ال بمناسبه الشنط، هو انت ممكن حد يجي يقول لك انا عايزك تعملي لي زي ايوه احط حاجه على المحفظه او احط حاجه في الشنطه على ممكن بيجي تعمليه. ده انت يعني ده احنا جامدين جدا. طيب كملي لي، قولي لي ما تحطش في عوامل الجو الخارجيه، هل فعلا لو احنا حطيناها أيوة. في بيكربونات او حاجه كده بتنضف؟ البيكربونات بينضف مش بحطها كده، يعني بمسك البيكربونات مع الفضه كده وادعكها بالفوطه تبتدي تلمع تاني.
والله دعاء يعني عايز اقول لك انك انت اهو الصفحه اهي نزلت دعاء الحناوي اهو www.facebook.com/دعاء الحناوي وهي اسم البيج دي ان اتش جولرز صح؟ ايوه اوكي دي ان اتش جولرز وادخلوا بقى على الفيسبوك والانستجرام هتطلبوا من دعاء حاجتين هتدخلوا اول حاجه هتطلبوها منها ان احنا عايزين نتعلم الفضه بدبسك الحاجه الثانيه ان احنا عايزين بقى نشوف الاشكال والالوان الحلو في الموضوع انه هي حتى لو كذا حاجه انت ممكن تعملي حاجات كاستمايزد باسمك او باسم اللي بتحبيه او خطيبك او جوزك او كده او انت طبعا ممكن تعمل لبس سبيشال احنا داخلين على عيد الام كل سنه وانتم طيبين الحاجه الثانيه لو مش هتقدروا تو افوردوا ثمن الحاجه الفضه هي ممكن تعمل لكم نفس الحاجه الحاجه المعدن خليني اقول ايه صنع بفخر في مصر بجد دعاء انت شرفتيني ونورتيني في شارع النهار على قناه النهار ربنا يكرمك اشكرك جدا فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار